معكم مدرسة الفنون إسراء بشارات. اليوم رح يكون موضوعنا الرسم على خشب الباركين. هذا الخشب موجود عندنا بهذا الشكل بحجم A4 باستخدام ألوان الأكريليك. رح طبعا نستخدم تقنية الصوف. طبعا رح أمشي معكم خطوة بخطوة، رح تكون الخطوات كثير سهلة ومش رح نتغلب فيها. هلأ أول إشي طبعا أنا جهزت عندي ألوان بأكواب بلاستيكية. جهزت عندي اللون الأزرق الفاتح، جهزت عندي اللون الأصفر، وهاي الألوان حطيت غمرت هاي الألوان بخيط من الخيوط الصوفية. جهزت لون برتقالي، حطيت طبعا أيضا في خيط من خيوط الصوف. جهزت أيضا لون أزرق، جهزت أيضا لون بنفسجي، وأيضا لون أحمر. أول خطوة رح نعملها إنه هلأ رح نفرد هذا اللون الأزرق على الخشبة كاملة. هاي الخطوة الأولى اللي رح نعملها. الخطوة اللي بعدها ناخذ بالأول اللون الأصفر، شايفين كيف أنا حطيت فيه الخيط الصوف في اللون، وبدنا هذا الخيط الصوف نفرده شوي شوي على اللوحة بشكل، شايفين كيف بهذا الشكل. هيك إحنا فردنا اللون الأصفر. بعدين مثلا بدي أجيب لون أزرق داكن، اللون الأزرق حطيت عليه بس أزرق، ما زدت عليه أبيض. نحط اللون الأزرق الداكن بشكل معين. بعدين راح نجيب اللون البرتقالي. البرتقالي طبعا عبارة عن أصفر وأحمر. نحط اللون البرتقالي. البرتقالي عبارة عن أصفر وأحمر، يعني اللون الأحمر والأصفر. بعد ما حطينا اللون البرتقالي راح نحط اللون الأحمر بهذا الشكل. بعد اللون الأحمر ضايل عندنا اللون البنفسجي. اللون البنفسجي عبارة عن اللون الأزرق زائد اللون الأحمر زائد اللون الأبيض. هذا هو اللون البنفسجي. هلأ الخطوة الأخيرة اللي رح نعملها نمسك خيط الصوف بهذا الشكل وبنسحبه. خيط الأصفر، الخيط الأزرق الداكن، الخيط البرتقالي، والخيط البنفسجي، والخيط الأحمر. وبهيك بكون احنا خلصنا الوان الاكريليك. هلأ ممكن احنا نقوم بتجفيف هاي اللوحة باستخدام المجفف، مجفف الشعر. بعد ما نخلص التجفيف ممكن نزيد نرسم عليها من تحت اذا بنحب احنا باستخدام الريشة لحالها، ندخل الوان نزيد لمسات منها برضو بصير. وبهيك بنكون حصلنا على لوحة حلوة جدا وبطريقة جدا جدا سهلة. رح اورجيكم اللوحة كيف طلعت عندي، كيف تداخل الألوان طلع بشكل جميل، شايفين كيف؟ شايفين؟ راح أورجيكم الألوان والخيوط الصوف. الخطوة الأخيرة اللي ممكن أعملها هي
اني اجفف هاي اللوحة باستخدام مجفف الشعر. هيك بكون عنا هذا الشكل النهائي للوحة.